سي جدري، بالنسبه لك الحكومه خاصها تاخذ مجموعه من التدابير من اجل يعني الحد من موجه الغلاء. بالنسبه لك التدابير واش كانت موفقه ولا لا؟ انا كنعتقد بان هذه الموجه التضخميه اللي كعرفها المغرب هي غير مسبوقه بالنسبه للمغرب، واثرت بشكل كبير على القدرات الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين المغاربه، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقه المتوسطه. صحيح كذلك ان الظرفيه هي ظرفيه اللي هي جاتنا من الخارج، ولكن اليوم ولاو عندنا منتجات فلاحيه ومنتجات غذائيه مغربيه اللي تقاس بالتضخم هذا. وهذه الامور هذه الحكومه قادت واحد مجموعه من الاجراءات من قبل صندوق المقاصات، دعم ديال النقالين، الكهرباء، مجموعه من المؤسسات، ولكن كتبقى الاجراءات هي اجراءات غير كافيه. لماذا؟ لان جوج حلول اساسيه الحكومه ما دارتش بهم. الحل الاول هو ان خصنا اعتمادات ماليه مهمه لاطر واعوان المراقبه باش نحارب الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، لانهم اللي كيغذيو هاد الموجه التضخميه. والامر الثاني هو الحل الضريبي. الحكومه لحد الان مازال ما خدتوش، لان خصنا نقص شويه من الضريبه الداخليه على الاستهلاك مثلا منتجات البتروليه، الضريبه على القيمه المضافه، الضريبه على الدخل. شان شان واحد مجموعه من الدول الجيران ديالنا كاسبانيا والبرتغال وايطاليا اللي خدت اجراءات، بالاضافه ان الحكومه هذه تتوفر على هوامش الماليه اللي مهمه. مثلا السنه الماضيه كان عندها 1.3 مليار درهم يمكن ان تدعم بها القطاع، ولكن الحكومه لم تقم بهذه الامور هذه. واعتقد بان هذه الامور هذه مازال غتضر القدرات الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين المغاربه. بعضي يعني اللي عنده واحد النظره تجاؤميه تقول بان السنوات العشاف باقا مستمره، واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ لا، وباش نكونوا واضحين مع المغاربه، اليوم وضعيه مازال باقا وضعيه صعبه، لان مثلا ملي غندوي مثلا على القطاع الحيواني ديالنا، القطاع الحيواني المغربي لن يعود الى سابق عهده الا مع سنه 2027، وبالتالي هذا الارتفاع في اسعار ديال اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والدواجن والبيض مازال يبقى مرتفع معاه. اليوم الفتوات الطاقيه ديالنا اليوم في مستويات اللي مقبوله، ولكن حنا مع الظرفيه الدوليه يعني اللي غدا بالغدا وقع شي مشكل ممكن ان عاوتاني يرتفع علينا الفتوات الطاقيه ديالنا. كذلك المشكل عندنا اساسي هو ان اليوم ما كنتحكموش في القدرات المائيه ديالنا، وبالتالي الجفاف اصبح جفافا مهيكلا ويؤثر بشكل كبير، خصوصا ان المغرب اليوم ما كيصاوبش لا قمح لا فرينه لا نباتات زيتيه لا الشعير، كنصاوبوا شي امور اللي كنصدروا بها الماء الى الخارج. صحيح انه كيعاون كيدخل لنا العمله الصعبه، ولكن اليوم المغاربه في حاجه الى فلاحات معيشيه اللي تسد لهم رمق العيش ديالهم. سي عزيز، واش اختلفت الحركات والانماط الاحتجاجيه بالنسبه للمغاربه مع ظهور الثوره الرقميه؟ اولا الاحتجاج في المغرب عنده تاريخ ومر بعدد من المراحل. مرينا في واحد اللحظات وهذو من مداخل مهمه باش نفهموا الاحتجاج، هو انه في مرحله معينه الاحتجاج في المغرب كان مرادف للاحتجاج المميت. فمن قبل التسعينات، مع التسعينات اختلف هذا الاحتجاج وغادي نوصلوا لواحد التسامح مع الاحتجاج في الفضاء العام، ونظرا لعدد من التغيرات اللي شهدها العالم واللي شهدها المغرب براسو، انفتاح النسق السياسي وعدد من المؤسسات على الفضاء العام. المساله الاخرى اللي هي هذا المدخل مهم باش نفهموه، ولكن نفهموه ايضا من خلال واحد حدث مهم جدا اللي كان تاريخي، وهو ظهور انماط احتجاجيه جديده بعيده عن ما هو سياسي. وبالتالي فمن فتره من التسعينات حتى الالفينات يمكن نقولوا بان الاحتجاج بعد عن ما هو سياسي، ولا احتجاج خبزي مرتبط بواحد ظهور 2011 كانت أشرت إلى عودة واحد النوع آخر من الاحتجاج اللي هو كيزاوج ما بين السياسي وما بين المطالب اللي هي ذات طبيعة سوسيو اقتصادية. في 2011 غيدخل متغير مهم جدا، وهو متغير الحركات اللي كتنشأ على الانترنت وظهور ما يسمى المواطن السيبرنيتي. المواطن السيبرنيتي كيستغل الفضاء الافتراضي من أجل الاحتجاج، لأن هذا الفضاء الاحتجاجي كيوفر الأنونيما المجهولية، كيوفر واحد الكلفة ناقصة ديال الاحتجاج على الفضاء الافتراضي. ولكن ما بين الافتراضي وما بين الواقعي كاين علاقة وطيدة، حيث يبدأ الاحتجاج على المستوى الافتراضي ولكن يتم تكريسه على المستوى الواقعي. وشفنا كيف ساهمت الحركات، واحد الحركات اللي ظهرت على مستوى الانترنت وعلى مستوى التواصل الاجتماعي في قلب أنظمة في عدد من الدول، والربيع ما يسمى بالربيع العربي فكان واضح. إذا المغاربة الآن كيفضلوا
في هذه اللحظة وخاصة بعد كوفيد حسب البحث اللي درناه كيفضلوا الاحتجاج على المستوى الافتراضي لعدد من الأسباب يمكن تفصيل فيها. أستاذ هناك يعني قراءتها القراءة الأولى يعني تصاعد حركات الاحتجاجية تتبنى أن هناك حكومة اجتماعية حكومة تؤمن بالحوار، ولكن القراءة الثانية تقول بأن كاين واحد المشكل اقتصادي اجتماعي هو الذي يدفع إلى تنامي الحركات الاحتجاجية، يعني فين تشوف الأصح؟ ما عنديش تعليق على المستوى يعني الوضع السياسي، أنا اللي كيهمني هو ما هو المعنى الذي يعطيه المواطن لواحد الوضع معين. فالدراسات والبحث اللي درناه كتبين لنا بأن في المغرب كاين واحد تفاوت ما بين التطلعات وما بين الواقع، لأن كاين واحد عدد من النظريات كتقول بأن الاحتجاج لا يكون من طرف الفقراء ولا الناس اللي ما عندهمش إمكانيات، لا، حجم التوقعات. نحن المواطن المغربي كيشوف المروكومون، المواطن المغربي كيشوف واحد المشاريع كبرى كدار، ولكن لي غوطومبي ديالها على حياته اليوميه كتكون ناقصه، وهذيك لا فرستراسيون اللي كنسميوها لا فرستراسيون غولاتيف، واحد الفرستراسيون غولاتيف هو واحد التفاوت ما بين شنو كيتوقع من المواطن والواقع. يعني كيشوف بان كاين الفلوس، كاين واحد العدد من المشاريع في المستوى الميديا والكومونيكاسيون، كيبين التلفزيون كيبين لنا باننا احنا بلد ناشي ونامي وعندنا عدد من المستويات ديال التقدم على مستوى البنيه التحتيه وغيره، ولكن على مستوى لي غوطومبي ديالها على المواطن والاثر ديالها ما كيحسش به. هنا كيبان هذه المساله ديال لا فرستراسيون لا ديسيبسيون ديال الناس، وكيقول لك بان راه ماشي المشكله لاننا المغربي دابا ماشي فقير اكثر من المغربي ديال السبعينات، ولكن المطالب ديالو ارتفعت بحكم هاد التوقعات ديالو.